هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي طلابي، طلاب جريد 4، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبحيي كل المامز والدارز اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة، قناة دروس رياضيات ماث اونلاين. النهارده ان شاء الله هناخد الليسونز 12 تو 14. 12 تو 14 ليسون جميلة جدا جدا وبسيطة جدا وسهلة وهنستمتع بيها جدا. بس في البداية لازم نشترك في جروب التليجرام، سيبها لكم في صندوق الوصف، والناس اللي حابة تشترك معايا على المنصة طبعا من خلال رقم الواتساب اتواصل معايا، وان شاء الله باذن الله هتلاقي محتوى موجود على المنصه كامل. النهارده ان شاء الله بالايكويفالنت فراكشن يوزنج ذا ايدنتيتي بروبرتي. طبعا حبايبي الشطار افكركم بالايكويفالنت فراكشنز. الايكويفالنت فراكشنز يعني كان معاك تو فراكشن زي بعض. فور اكزامبل مثلا، يعني انا لو معايا هنا مثلا ريكتانجل زي ده، اوكي الريكتانجل قسمناه بالشكل ده لتو بارتس وعملنا كولورنج لوان بارتس، يعني خدنا وان بارت كده، الفراكشن كام؟ 1 over 2، صح ولا لا؟ طب ال 1 over 2 ده ممكن اقسمه تاني لكمان 2 fraction 2 for 2 parts، يعني هقسم ده ل 2 parts وده ل 2 parts كده، بقيوا كام over كام؟ بقيوا 2 over 4. يا مستر ده هي ما هي نفس الحته ما اتغيرتش، بقيت هنا كانت 1 over 2 بقيت 2 over 4. ايوه كده، دول بسميهم equivalent fraction، يعني ال 1 over 2 هو 2 over 4، دول equivalent يعني زي بعض، لان انا اخذت 2 over 4 كاني خدت 1 over 2، نفس البارتس نفس الاجزاء هي. تمام، يبقى دول equivalent fraction. عندك هنا ال 1 نص ال 2 وعندك ال 2 نص ال 4، دول equivalent fraction. طب افكركم حبايبي الشطار بال identity property. identity property كنا بنقول ايه يا مستر؟ 5 plus 0 equals 5. يبقى في ال identity property كنا ناخد ال number plus 0 يدينا نفس ال number، صح؟ الكلام ده كان فيه في ال addition في ال plus، تمام؟ لكن في ال times لا، في ال times هنا في التايمز هيكون ال1، يعني هقول لك كام تايمز 1 مثلا، 5 تايمز 1 ايكوالز كام؟ 5. اتغيرت؟ لا زي ما هي. يبقى في المالتيبليكيشن الايدنتيتي عندي ال1، تمام؟ لما نعمل هنا طبعا ايدنتيتي بروبرتي بنعمل تايمز 1، لكن في البلس بنعمل بلس 0، يعني ايه النمبر اللي ما بغيرش في البلس؟ ايه النمبر اللي ما بغيرش؟ ال0. يبقى الايدنتيتي بروبرتي هنا بنعمل بلس 0، اما ايه النمبر اللي ما غيرش في التايمز؟ طبعا ال1. يبقى في الايدنتيتي بروبرتي في المالتيبليكيشن بنعمل 1. مستر احنا مش فاهمين حاجه خالص من الكلام، كل الكلام اللي انت قلته احنا مش فاهمين اي حاجه. طب ايه رايكم حبايبي الشطار؟ تعال نروح للاكسرسايز مع بعض وهتلاقي الموضوع فيري فيري ايزي. يلا بينا. يلا هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 7 ليسنز 12 تو 14. تعال نبدا بالايكويفالنت فراكشنز. ايكويفالنت فراكشنز يعني تو فراكشنز زي بعض، صح؟ صح. هنا 1 اوفر 3. طيب 1 اوفر 3 يا مستر، لما اعمل في التوب نمبر تايمز 4 والبوتوم نمبر تايمز 4، حبايبي الشطار لو عملت حاجه في التوب نمبر او النمريتور وحاجه في الدينومينيتور زي بعض كانك ما عملتش حاجه. ازاي؟ تعال نشوف. هنا 1 تايمز 4 4، 3 تايمز 4 12، صح ولا لا؟ ده وده كده بنسميهم equivalent. بنسميهم ايه؟ equivalent. فكرك بالاكزامبل اللي فات كنت اقول لك 1 over 2 بقي 2 over 4، صح؟ هنا ال 1 تايمز كام عشان تبقى 2؟ تايمز 2. طب هنا ما تعمل تايمز 2 مش يدي لك 4؟ ايوه، بدل اللي عملته في التوب نمبر والبوتوم نمبر والتوب نمبر زي بعض بيدي لك حاجه اسمها equivalent fraction. طب يعني يا مستر قصدك لو 1 over 2 عملت تايمز 3 هنا وتايمز 3 هنا كأنه برضه يديني الايكويفالنت؟ ايوه، 1 تايمز 3 3، 2 تايمز 3 6، يبقى 3 اوفر 6 ايكويفالنت لل 1 اوفر 2. بص كده، ال 1 نص ال 2، ال 3 نص ال 6. يبقى حبايبي الشطار اللي تعمله في التوب لو عملته في البوتوم زيه بيديك حاجه اسمها ايكويفالنت فراكشن، يعني يكون ايكوالز مع بعض. هنا 2 تايمز 5 يبقى هنا 10. طيب 5 تايمز 5 25، يعني معناها 10 اوفر 25 ايكويفالنت لل 2 اوفر 5، يعني يعتبر زي بعض. اوكي. يبقى اهم حاجه حبايبي الشطار نعمله في التوب نعمله في البوتوم، نعمله فوق نعمله تحت. هنا 3 تايمز 2 ايكوال 6، هنا 7 تايمز 2 ايكوال 14، يبقى 6 اوفر 14 ايكوالنت لل 3 اوفر 7. طب افرض انا ابني عايز يعمل تايمز 5، مفيش مشكله يعمل اللي هو عايز. طب ثانيه يا مستر، هو احنا لو عملنا ديفيجن زي اللي عملنا ملتبليكيشن؟ ايوه برضه بيديك الايكوالنت، بس الشرط اوعى تنساه، لازم اللي اعمله في التوب نمبر اعمله في البوتوم نمبر. 3 ديفايدد باي 3 ايكوالز 1، هنا 6 ديفايدد باي 3 ايكوالز 2، يبقى ده ايكوالنت لده، يعني زيه، تمام؟ هنا برضه هعمل divided by 4، 4 divided by 4 equals 1، 8 divided by 4 equals 2، يبقى ده equivalent لده، اوكي؟ يبقى زي بعض. يبقى حبايبي اللي تعمله في التوب اعمله في البوتوم. اخر حاجه معايا 20 divided by 10 equals 2، هنا 50 divided by 10، طبعا هنعمل زيها، ما ينفعش نعمل هنا 10 ونسيب دي، لا لازم divided by 10، 50 divided by 10 5. وفي حاجه جميله جدا حبايبي الشطار من الحلويات بتاعت الماث، ايه هي؟ لما يكون عندك التوب نمبر والبوتوم نمبر فيهم زيروز ممكن تشيل الزيرو مع الزيرو، يبقى 2 over 5. بص كده جميله جدا، تمام؟ يبقى الايكويفالنت فراكشن حبايبي الشطار، في الايكويفالنت فراكشن اعمل تايمز فوق اعمل زيه تحت، اعمل ديفايد فوق اعمل ديفايد زيه تحت.
اوكي فيري ايزي. يلا نكمل بقى الاكسرسايز. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 2 بيقول له كومبليت يعني اكمل. طب ما مستر هنا مش عملنا تايمز 4 وهنا تحت تايمز 4؟ ايوه كانك بتجيب الايكوفالنت على كده، يعني بتجيب المساوي ليه اللي زيه. 2 تايمز 4 ايكوالز 8، هنا 3 تايمز 4 ايكوالز 12. طب مستر عملت تايمز 5 وتايمز 5؟ ايوه عادي براحتك حبيبي اعمل اللي انت عايزه. ليتر بي ليتر سي مش هحلها لان انت فهمتها خلاص، هنا ليتر دي مش هحلها لان انت فهمتها خلاص، برده دي وكمان دي. اوكي فيري ايزي، احنا ما عندناش مشكله. طب نيجي دي يا مستر، ثانيه واحده، هنا عملنا 8 تايمز 3 يبقى لازم تعمل زيها في التوب نمبر. 8 تايم 3 equals 24. طب 5 تايم 3 equals 15. يبقى ده الإكوافلون. ده إيه؟ الإكوافلون. طب تعال هنا يا مستر. 7 بقيت كم؟ 28. يعني 7 تايمز كم؟ 28. يبقى تايمز 4. يبقى أكيد زيها فوق تايمز 4. 4 تايمز 4 equals 16. ودي حبايبي الشطار لما تعمل تايمز فوق وتحت زي بعض دي بسميها الايدنتيتي بروبرتي. بسميها إيه؟ ايدنتيتي بروبرتي. ايدنتيتي بروبرتي. أوكي؟ أوعى تنسوها. ايدنتيتي بروبرتي. طب هنا حبايبي الشطار بيقول لك إيه؟ find an equivalent fraction. حبايبي لما اقول لك هات الايكويفالنت فراكشن كل اللي عليك تعمل النمبر اللي انت عايزه تعمل له تايمز. يعني هنا 1 اوفر 6، واحد قال لي مستر انا هعمل تايمز 2، قلت له برافو مفيش مشكله 2 و2، اهم حاجه اللي اعمله فوق اعمله تحت. 1 تايمز 2 ايكوالز 2، 6 تايمز 2 ايكوالز 12. واحد شاطر ثاني قال لك لا مستر انا هعمل تايمز 3، قلت له براحتك حبيبي اعمل اللي انت عايزه. ما هو عايز الايكويفالنت، الايكويفالنت اعمل تايمز اني نمبر او ديفايد اني نمبر، بس اهم حاجه اللي تعمله في التوب تعمله في الباتوم. هنا 2 اوفر 3 هنعمل تايمز مثلا 3، بس انا دايما بعمل التو لانها الحاجة. هنا 3 تايم 3 2 تايم 3 ايكوال 6 3 تايم 3 ايكوال 9. تمام كده سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. سلام 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 سلام. هنا 4 طبعا اوفر 4 ممكن نعمل تايمز 2 يدينا 8 اوفر 8 زي سيم. هنا 20 اوفر 25، واحد قال لك يا مستر طب ثانية انا مش هعمل تايمز انا هعمل ديفيجن، قلت له ماشي براحتك اعمل ديفايدد باي. هنا مثلا ديفايدد باي 5 وهنا ديفايدد باي 5. 20 divided by 5 equals 4. 25 divided by 5 equals 5. The same برضو equivalent. أهم حاجة حبايبي الشطة اللي تعملها في التوب اعملها في الباتوم. أوكي أوكي وليتر اتش مفيش فيها أي مشكلة. هنا بقى حبايبي الشطة exercise number 4 بقول لي write 3 equivalent fractions. المرة دي مش عايز 1 equivalent عايز 3. قلت له عادي إيه المشكلة يعني ولا يفرق معي. هنا هنعمل times 2 أول مرة. 2 times 2 equals 4. 5 تايمز 2 ايكوالز 10 بس كده. بنرجع للاساس يا حبايبي الشطار، بعد كده نعمل تايمز 3. 2 تايمز 3 ايكوالز 6. 5 تايمز 3 ايكوالز 15. بنرجع برضو للاساسي 4. 2 تايمز 4 ايكوالز 8 اند 5 تايمز 4 ايكوالز 20. كل دول على كده ايكويفالنت مع بعض. تمام هنا حل معاك نمبر 2 والباقي هيكون فيري ايزي. هنا يا حبايبي الشطار تايمز 2 ايكوالز 8 تايمز 2 24 تايمز 3 ايكوالز 12 تايمز 3 36 هنا تايمز 4 equals 16 تايمز 4 equals 48. كده حبايبي الشطار احنا جبنا الايكوفالنت. بتعمل تايمز للفيرست فراكشن لاول فراكشن معاك الاصلي. اوكي اوكي طبعا اكيد اكسرسايز نمبر 4 ما فيهاش اي مشكله. تاني عشان وقت الفيديو ما اطولش منك. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 5 بيقول لك جينيريت ات ليست، يعني بيقول لك يعني انت اوجد على الاقل at least 5 equivalent. انا ما عنديش مشكله يا مستر equivalent. اوعى تنسى لما تسمع كلمه equivalent fraction بنعمل تايمز فوق وتحت زي بعض او نعمل ديفايد فوق وتحت زي بعض. تمام fractions of 4 each fraction انا هعمل تايمز 2 2 تايمز 2 4 3 تايمز 2 6 اعمل تايمز 3 2 تايمز 3 6 3 تايمز 3 9 هنا هعمل تايمز 4 2 تايمز 4 8 هنا 3 تايمز 4 12 تايمز 5 2 تايمز 5 10 3 تايمز 5 15. انا بروح للاصل حبايبي الشطار اللي هو اول واحد the first fraction. هنا times 6 2 times 6 equals 12 هنا 3 times 6 equals 18 يبقى 12 over 18. very easy very very easy مفيش مشكلة. طب هنا مستر هنا 2 over 4 انا عايز equivalent. حبايبي الشطار عايز تكتب any fraction اوكي، عايز تعمل division عشان ترجع لورا ماشي اوكي. تعال نعمل divided by 2 divided by 2 equals 1 divided by 2 equals 2 يبقى دي 1 over 2 بس. ونعمل times بعد كده هنا عمل 1 times 2 2 2 تايمز 2 4 نعمل تايم 3. واحد قال لك مستر معلش انا ما احبش الديفيجن انا عايز اعملها انا عايز اعملها تايمز. مفيش مشكله اعمل 2 تايمز 2 خلاص انسى ده 4 4 تايمز 2 8 وكمل على ده كمل على الاصل ده. هنا اعمل تايم 3 2 تايمز 3 6 اوفر 12 تايمز 4 2 تايمز 4 8 اوفر طبعا 16 اعمل تايمز 5 10 اوفر 20 اعمل تايمز 6 12 اوفر 4 تايمز 6 24
براحتك اعمل اللي انت عايزه حبايبي. ده equivalent fraction. equivalent يعني انا عايز fraction يكون equivalent قده او بيعتبر مكافئ لي، تمام؟ فبالتالي اعمل times اعمل division. اهم حاجة، بس اهم حاجة اللي تعمل في التوب نمبر اعمله في البوتوم نمبر اول ما تسمع كلمة equivalent. ماشي ماشي اوكي. يبقى هنا حبايبي شطار، هنا 3 over 5 very easy، مرة times 2 فوق وتحت، مرة times 3، مرة times 4، مرة times 5، مرة times 6. اوكي هنا 3 over 9 واحدة لك مثلا هعمل division divided by 3 equals 1 divided by 3 equal 3. واحد قال لك لا انا هعمل تايمز، براحتك اعمل اللي انت عايزه. هنا حبايبي شطار، هنا عمل تعال نعمل تايمز 4 مثلا، 4 تايمز 1 4، 4 تايمز 3 equal 12. اعمل اللي انت عايزه، اعمل تايمز في اي واحد مفيش مشكله، بس انا بقول لك اختار لي الاصلي عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل، تمام؟ وكملوا بقى عادي مفيش مشكله حبايبي الشطار. هنا بقول لك determine. كلمه determine من حبايبي الشطار لازم يعرفوها كويس، يعني حدد whether a k اي each fraction pair is equivalent، يعني هل ال fraction pair equivalent ولا لا. if is it true is not. اوكي بيقول لي لو right، لو كانت is يعني كذلك اعمل true، لو كانت is طبعا if it is not اعمل false. يبقى تمام حبايبي. طب تعالى حبايبي الشطار، مستر هو انا ازاي اعرف ان دول equivalent؟ هديلك الطريقه جميله جدا حبايبي الشطار تعرفهم ازاي equivalent ولا لا. بتعمل طريقه الباترفلاي الفراشه، بص بص كده جميله جدا الطريقه دي، انا بحبها جدا بعشقها. هنا هتعمل ايه؟ هتقول 3 تايمز 6 الجناح الاول 18 the first wing. طب 9 تايمز 2 18. بص كده ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان هم زي بعض صح، 18 و 18 صح، ال first wing وال second wing زي بعض، الجناحين زي بعض، يبقى دول كده equivalent. طب مستر معلش تعال نشوف اللي بعده، هنشوف انت بتضحك علينا ولا لا. تعال 6 تايمز 5 اهي، ناخد الفيرست وينج والسكند وينج. هنا 5 تايمز 6 30، 8 تايمز 3 ايكوالز 24. هل 30 ايكوالز 24؟ لا، يبقى دول نوت ايكوفالنت. هنا نيكست وان الفيرست وينج والسكند وينج حبايبي الشطار، فيري فيري ايزي. 8 تايمز 1 8، 4 تايمز 2 8، يبقى مستر ايكوفالنت عشان زي بعض الفيرست وينج والسكند وينج زي بعض، يبقى دول كده ايه؟ ايكوفالنت حبايبي الشطار. في اي مشكله؟ لا يا مستر ده ايزي بيزي ليمون سكويزي. هنا حبايبي الشطار طبعا بيقول لي 4 تايمز 25 كده 100، ده الفيرست وينج اهو. السكند وينج 5 تايمز 15، 5 تايمز 10 50، 5 تايمز يبقى 75. يبقى كده هل كده ال 100 ايكوال 75؟ نو، يبقى دول نوت ايكوفالنت. تقدر حبايبي الشطار تكملوا باقي دول؟ ايوه نقدر يا مستر، خلاص عرفنا بنعمل باترفلاي، بنشوف الفيرست وينج والسكند وينج، تمام؟ ولو في اي مشكله معاك رجع الفيديو ثانيه كده وارجع كده وركز وفرفش معايا وحاول، يبقى السيشن بسيط وجميل جدا جدا جدا. يلا كمل بقى الاكسرسايز بتاعك. هنا حبايبي شطار اكسرسايز نمبر 7 بيقول لي فايند ذا ميسنج نيوميريتور، يعني في حد غايب، ميسنج يعني حد غايب، نيوميريتور اللي هو التوب نمبر اور دينومينيتور اللي هو البوتوم نمبر تو ميك فراكشن ايكويفالنت، عشان يبقوا ايه؟ ايكويفالنت. ايكويفالنت يعني زي بعض حبايبي شطار، بس النمبرز مختلف. نسال نفسي هنا، اجي هنا في حد غايب هنا؟ ايوه جميل يا مستر، هقول 9 تايمز كام عشان تبقى 27 تايمز 3، يبقى تعمل زيها في التوب نمبر 5 تايمز 3 ايكوالز 15، يبقى هنا هكتب ايه؟ رايت 15. اوكي لتر بي، لتر بي هنا بيقول لي يا حبايبي الشطار ال 5 تايمز وات عشان تبقى 25؟ هنا حبايبي الشطار النمبر لما يزيد يحصل له انكريز زياده، يبقى عملنا تايمز، يبقى تايمز 5، 5 تايمز 5، يبقى نعمل 2 تايمز 5 ايكوالز 10. اوكي نيكست وان، هنا بيقول لي 8 تايمز وات تو جيت 16، اللي تعمل لها تايمز وات حبايبي تو جيت 16؟ 8 تايمز 2، يبقى هعمل 5 تايمز 2 ايكوالز 10، فيري فيري ايزي. هنا 4 تايمز كام؟ تايمز 3، اعمل زيها في التوب، 3 تايمز 3 ايكوالز 9. هنا حبايبي شطار ثانيه يا مستر، مستر هنا النمبر نزل نقص حصل له ديكريسنج نقصان، يبقى عملنا ديفيجن 25 ديفايدد باي كام عشان تبقى 5 ديفايدد باي 5، يبقى هعمل 20 ديفايدد باي 5 ايكوالز 4. طب ابني انا مش عارف، ممكن ابني يعكسها يقول 5 تايمز كام يدينا 25، 5 تايمز 5 يبقى انا عملت ديفيجن، يبقى 25 ديفايدد باي 5 ايكوالز 5، يبقى نعمل 20 ديفايدد باي 5 ايكوالز 4. هنا حبايبي شطار 7 تايمز وات ايكوالز 21، 7 تايمز 3 يبقى 5 تايمز 3 ايكوالز 15، فيري ايزي. هنا برضه هنكمل، هنا حصل decreasing نقصان نقصت، يبقى يا مستر نعمل division نعمل قسمة، هقول 12 divided by 3 equals 4، يبقى نعمل 18 divided by 3 equals a equals 6. هنا times مفيش مشكلة نكملها دي. هنا حبايبي الشطار division نزلت نقصت، يبقى هقول 18 divided by 3 هعمل زيها في التوب divided by 3، ابني كمل عادي. هنا برضو 7 times 3 عشان يدينا 21 وهكذا، هنكمل مفيش أي مشكلة. تعالى كده حبايبي الشطار، طيب يا مستر افرض أنا جيت هنا نمبر لتر ار لقيته مش جايب لي التوب نمبر ولا البوتوم نمبر، ما جابليش اللي فوق ولا اللي تحت، يبقى في الحاله دي حبايبي الشطار اعمل اللي انت عايزه. ازاي اعمل اللي انا عايزه؟ اعمل تايمز 2 تايمز 3 تايمز 4 براحتك، بدل هو ما حددش، يبقى اقول 3 تايمز 2 و5 تايمز 2،
3 تايمز 2 يكوال 6 5 تايمز 2 يكوال 10 يبقى الانسر 6 اوفر 10 اوكي. يبقى حبايبي شطه لو هو سيبها لك فاضيه انت اعمل تايمز اللي انت عايزه او ديفايدد اللي انت عايزه اوكي. يبقى في الحاله دي اعمل اللي انا عايزه لكن هو بدل حد لازم اشوف عمل تايمز كام. لو زادت تايمز لو نقصت يبقى عملنا ديفيجن اوكي 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 اوكي. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاع هنا حبايبي الشطار. اكسرسايز نمبر 8 بيقولوا فايند ذا فاليو اوف اكس. انا عايز الفاليو بتاعت الاكس. قلت له ايه ده؟ طب ما فيري ايزي، ما هي زي اللي كانت من شويه حبايبي الشطار. ما هي كده في حد غايب هنا الاكس يعني حد غايب. لما تلاقي اكس واي زد يعني في حد غايب كده في بوينتس كده في نقط. هنا هقول هنا مستر 12 ب 84 عملنا ديفايدد باي 3 يبقى نعمل 9 ديفايدد باي 3 ايكوال 3 بس كده يبقى الاكس ايكوال 3 يعني زي الاكسرسايز اللي كان فوق يا حبايبي الشطار. هنا ال 18 ب 82 عملنا ديفايدد باي كام؟ عملنا ديفايدد باي 9 يبقى نعمل تحت ديفايدد باي 9 27 ديفايدد باي 9 ايكوال 3 يبقى الاكس ايكوال 3. طب مستر انا ابني بيتلخبط يعرفها ازاي؟ خلاص ابنك عارف ان هو بيعمل ديفيجن بس يشوف اول 2 تايمز كام اديك 2 تايمز 9 يبقى هو بيعمل ديفيجن ديفايدد باي 9. هنا ال5 طبعا هنا ب 15 عملنا تايم 3. طب ما تقول لي مين هو اللي عمل له تايم 3 ادينا 15؟ طبعا اكيد 5. وبما ان ده وده زي بعض يبقى اكيد ده وده هيكون زي بعض اوكي اوكي. هنا 4 تايمز كام يدينا 8؟ 4 تايمز 2 يبقى نسال نفسي كام تايم هنا نقط كام تايمز 2 يدينا 2؟ طبعا 1 تايمز 2 يبقى الاكس هنا ايكوالز 1. هنا برضه حبايبي الشطار ال10 ب 2 يعني عملنا ديفايدد باي 5 تمام. واحد تاني ذكي شغل دماغه قال لك مستر مش دول ايكويفالنت؟ عرفت ازاي ان هم ايكويفالنت؟ عشان بينهم ايكوال. انا ممكن اعمل الباتر فلاي. هعمل باتر ايه فلاي؟ هقول 3 تايمز 10 30. طب هنا 2 تايمز كام يدينا 30؟ 2 تايمز 15 يبقى الاكس هنا 15 اوكي حبايبي الشطار اوكي. يبقى هنا ممكن نعمل كمان هنا بقول ايه 1 تايمز 24 42 42. طب 7 تايمز كام عشان يدينا 42؟ 7 تايمز 6 يبقى الاكس ايكوال 6 تمام. يبقى ممكن يعملها بطريقه الباترفلاي او ممكن يعملها بالطريقه العاديه بيقول كام تايمز يدينا كذا او كام ديفايد يدينا كذا اوكي اوكي. يا رب تكون فهمناها كويس حبايبي الشطار. بحبكم جدا 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 ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعي. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 9 بيقول لي يوز فراكشن وول تو انسر ذا كويستشن. دي بنسميها فراكشن وول حبايبي الشطار او الحائط بتاعت الفراكشنز حبايبي الشطار. لو معاك 1 هول حاجه صحيحه ممكن تقسمها لايه؟ ل 2 هافز. تقسمها لكام؟ 2 هافز يعني نصين او 3 ثيردز او ممكن تقسمها ل 3 ثيردز او 4 فورث. يبقى انا ممكن اقسمها ل 4 3. لو قسمتها ل 3 كده معاك each part كل part هيكون 1 over 3. لو قسمتها ل 4 each part 1 over 4. هنا بقول لك how many halves are in one hole. ال one hole دي فيها كم half كم نص؟ اقول له فيها 2. طب هنا using halves how would you write one hole as a fraction. طب ال one hole عبارة عن كم half؟ 2 halves يعني 2 over 2. 2 over ايه؟ 2. ما انا عايز اكتبها as a fraction. as a fraction يعني كفراكشن. يبقى ال one half ال one hole قسمناها ل 2 halves يعني 1 1 1 يبقى 2 over 2. هنا how many fourth are in one hole. ال one hole في كم fourth؟ اقول له في 4. طب عايز اكتبها على fraction يبقى 4 over 4. هنا how many طبعا tenth يبقى فيها 10 واكتبها fraction يبقى 10 over 10. I think very easy. explain pattern and why each the fraction you wrote equals. طبعا بيقول لك ليه فراكشنز ايكوالز؟ لان دول ايكويفالنت فراكشنز. لان 1 هول ممكن اقسمه ل 2 هاف 3 ثيردز وهكذا وكلهم في النهايه بيدوك ايه 1 هول. سواء قسمتهم ل 8 او 9 او 10 او 11 كل ده بيديك في النهايه 1 ايه 1 هول اوكي حبايبي الشطار. اظن تافهه جدا. الكويشن اللي بعده بيقول لك لو معاك 25 يبقى كده الفراكشن هيكون كام؟ هتقول لي 25 اوفر 25. طب تعالى نجيب الكويشن اللي بعده عشان ما يبقاش سيبنا حاجه في اكسرسايز نمبر. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز طبعا باقي 9 اللي هي literally using what you know. طبعا استخدم ما تعرفه. how many 25s are in one hole. طبعا كان في الوان هول اقول له اكيد هيكون 25 اوكي اوكي. هنا question number 10 word problems مسائل كلاميه حبايبي الشطار. انا عارف ان بيكرهوها جدا جدا بس معلش لازم تتعود عليه. هيجي مرحله كده معينه هتوصل ان انت تقدر تقرا الانجليش وتفهمه كويس جدا جدا يبقى الموضوع سهل. نبيل هاد 9 cookies. نبيل معاه 9 cookies. 2 third of them. اول ما تسمع كلمة of them 2 third of them 2 fourth 2 and so on يبقى معناها ان احنا بنعمل times the number times the fraction. where chocolate chip. how many cookies where chocolate chip. عايز يسألك عن الشوكولات. كأني بقول لك انت معاك 4 apples تمام. انا اخدت منك half of them. half of them يعني اخدت منك نصهم
تمام، نصهم هتقول لي 2 صح ولا لا؟ ايوه يا مستر، هاف اوف زيم يعني نصهم 2. انا بقول لك معاك 9، اخدت 2 اوفر 3 اوف زيم، يعني اخدت منهم 2 ثيرد اوف زيم. هو بيقول لك 2 ثيرد اوف زيم شوكليت شيب، يعني تلتين منهم شوكليت شيب. يبقى حبايبي شطار، عشان تعرف النمبر بتاع الشوكليت شيب بتقول كده، بتقول 2 اوفر 3 تايمز 9. تايمز ايه؟ تايمز 9. كل اللي هتعمله هتقول 2 تايمز 9، تاخد التوب ده مع التوب ده اللي فوق مع اللي فوق. 2 تايمز 9 18 over 3. طب 18 over 3 معناها 18 divided by 3 by 6، يبقى انا اخدت منك 6. اوكي اوكي، احمد has 15 cakes، احمد معاه 15 cakes. if 3 of 5 of them، يعني 3 of 5 over 5 منهم covered with chocolate، مغطيين بالشوكولاته. how many chocolate cakes are there، الشوكولاته cakes، يبقى اقول له 15 times 3 over 5. تمام حبيبي الشطار، هنا 15 times 3 equals 45 over 5. الانسر هتكون ايه؟ هتكون 9. يا رب يكون فهمناها كويس حبايبي شطار. يبقى لما تسمع معاك نمبر واخدنا منهم اوف زيم كذا، يبقى يعني احنا بنعمل تايمز عشان نجيب النمبر اللي انا عايزه. اوكي اوكي، يلا بينا نكمل، يلا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي شطار نمبر 12 بيقول لي يوسف هاز 18 ابلز، يوسف معاه 18 ابلز. 2 ثيرد اوف ذا ابلز، 2 ثيرد يعني 2 اوفر 3 من الابلز ار ريد. هاو ميني ابلز ار ريد، يبقى خلاص هقول 18 times 2 over 3. okay 18 times 2 حبايبي الشطار، طبعا الانسر هتكون 36 over 3، الانسر هتكون 12، يبقى 12 red apples 12 red. هنا بيقول لي سالس تيم won 10 of 15 games، واحد فريق سامي كسب 10 of 15، يعني 10 من 15. كان يقول لك جبت كام في الامتحان في الكويز، هتقول لي 10 out of 15، يعني جبت 10 من 15. برضو سالي كسبت 10 of 15 games، كسبت 10 من 15 of معناها من 15. فاطمة is فاطمة's team 6 games and won the same fraction، يعني فاطمة كسبت 6 games من the same fraction. okay طبعا the same fraction of zero games as Sally's. تمام تمام، تعال نشوف how many games did Fatma's team win. انا عايز اعرف فاطمة كسبت قد ايه. ثانية واحدة، هو مش بقول لك ان سالي كسبت 10 of 15 يعني 10 من 15؟ ايوه 10 over 15 يعني كسبت 10 من 15. طيب فاطمة's team played 6 games، لعبت كام؟ 6 games يعني كله 6. تمام، بس كسبت the same fraction of zero games، يعني كسبت نفس الفراكشن بتاع الجيمز اللي كسبتها سالي. how many games did Fatma's team win؟ اوكي طب هي 10 over 15 دي في simplest form يعني كسبت كم؟ كسبت كم يا مستر؟ ثانية واحدة، هي 10 over 15 معناها كسبت، نعمل divided by 5، نعملها simplest form divided by 5، تبقى الانسر divided by 5 equals 2 divided by 5 equals 3، يبقى هنا 3. تمام، يبقى 2 over 3 يعني معناها فازت 2 over 3 من الجيمز، يبقى التانية دي معناها فازت 2 over 3 من الجيمز برضو، لأن قال لك the same fraction. يبقى في الحالة دي هقول له 6 times 2 over 3 equals 6 times 2 12، 12 divided by 3 equals 4، يبقى هي كده كسبت 4. كسبت كام؟ 4. يبقى هي لعبت 6 games يبقى كسبت 4، لأن الأولى دي كسبت 2 over 3 من الجيمز بتاعتها من ال 15، الثانية بقى أكيد كسبت 2 over 3 برضو لأنك the same fraction، يبقى 6 times 2 over 3 بقى not answer هتكون 4، يبقى كسبت 4 من 6. أوكي حبايبي الشطار، يلا بينا نكمل بقى الإكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي الشطار question number 14 بيقول لي هبة has 2 cakes، واحدة اسمها هبة معاها 2 cakes، أوكي؟ that were the same size، ال 2 cakes دول the same size يعني قد بعض. She cut the first cake into 6 pieces، يعني هي قسمت ال first cake 6 pieces، يعني معها 2 cakes وقسمت أول واحدة 6 pieces. okay okay and frosted 2 of the pieces with chocolate، يعني تقريبا غطت بالشوكولات أو عملت عليه شوكولات. طيب هنا بيقول لي طبعا frosted 2 of the pieces، طبعا اللي عملت 2 منهم ال 6 pieces عملت 2 منهم chocolate، يعني هم المفروض كانوا 6. تمام حبيبي شطار، اثنين منهم عملتهم بالشوكولات. اوكي نيكست وان، بيقول لي شي كات سكند كيك انتو 18 بيسز، وقسمت السكند الثانيه دي ال 18، دي كانت 6 واخذنا منهم 2 اللي عملناهم بالشوكولات، ودي قسمتهم ل 18. شي كات ذا سكند كيك انتو 18 بيسز اف شي وونتد تو فريز ذا سيم فراكشن اوف ذا سكند، يعني عايزه تقسم نفس الفراكشن من السكند. اقول له ثانيه واحده، هنا الاولى مش عملت 2 اوفر 6؟ ايوه. طب ما 2 over 6 دي عملناها simplest، يعني جبناها الفراكشن الايكويفالنت بتاعها. دايما في السمبلست حبايبي الشطار بنعمل ديفيجن، في السمبلست بنعمل ديفيجن مش تايمز. هقول divided by 2 equals 1 divided by 2 equals 3، يبقى هي اخذت ثيرد الكيك نمبر 1، اخذت الثيرد بتاعهم عملت عليه شوكولات، يبقى نفس الفكره هنا في ال 18 هتاخد الثيرد، يبقى هقول 1 over 3
تايمز 18. هقول 1 تايمز 18 18 اوفر 3 الانسر هتكون 6. يبقى في الثانيه اخذت 6، هنا الاول اخذت 2، الثانيه هتاخد 6. حبايبي الشطار دايما دايما في الفراكشن لو عايز تعمله سمبلست فورم اعمل ديفيجن، ديفايدد باي 2 ايكوالز 1، ديفايدد باي 2 ايكوالز 3. هنا بيقول لي نمبر 15 اومرز اومرز ام علي. طبعا عمر ميد ا بان اوف ام علي، عمر ربنا كرمه عمل كده بان من ام علي. تمام. هيز فيفر ديزرت، حلوته المفضله. ذا بان كونتينز 12 ايكوال سيرفينجز، يعني هي البان فيها 12 اوكي ايكوال. عمر شيرز 3 سيرفينجز ويز هيز فريند، يعني عمر كان معامل معاه 12 ووزع على اصحابه كام 3. يبقى لو عايز الفراكشن هتقول 3 اوفر 12. طب اعملها سمبلست يا مستر، اعملها سمبلست يبقى نعمل ديفيجن. طب تنفع ديفايدد باي 2؟ لا. طب تنفع فوق وتحت ديفايدد باي 3؟ ايوه. 3 ديفايدد باي 3 ايكوالز 1، 12 ديفايدد باي 3 ايكوالز 4. يبقى كده الفراكشن بتاع دي 1 اوفر 4. طب تعال نكمل. ويز هيز فريند هبه، وات از ذا سمبلست فورم اوف ذا فراكشن اوف ذا ام علي عمر جيف هيز فريند؟ ايه السمبلست؟ هسألك على السمبلست فورم. السمبلست فورم يعني نعمل ديفيجن للفراكشن اللي عمله هو اللي هو 3 اوفر 12. يبقى الفراكشن السمبلست فورم هيكون 1 اوفر 4. يا رب اكون فهمناها كويس حبايبي الشطار. هنا حبايبي الشطار كويستشن نمبر 16 بيقول لي نادية اوينز ا بيكري، شي ميد ا كيك، عملت كيك اند ديكوريتد ات از شون. يعني ايه ديكوريتد؟ يعني زينتها بالشكل اللي قدامك ده، فننت فيها يعني بنقول بالبلد احنا. طب زير ار 12 ايكوال بيسز توتال، قسمتها ل 12 بيسز توتال كلها يعني 12. 6 بيسز هاف فلاورز، يعني في 6 منهم فلاورز يبقى الفلاورز كانوا 6. طب 4 ار بلين ويز نو ديكوريتس، في 4 منهم ما عملتهمش ديكوريت. And the other two have something else. في 2 كمان something else. كده معك 6 and 4 10. 10 and 2 12. يعني دول ده كان flowers ده no decorated. وده طبعا لعبت فيه حاجات كده غريبة ما عرفهاش. يعني قال لك something else. Answer the question based on Nadia's cake. Some of the customers want piece with flowers. What fraction of the cake will they eat? طبعا عايز flowers. الفلاورز كانوا كام؟ 4. لا الفلاورز كانوا 6. يبقى الفراكشن بتاعهم هيكون 6 over 12 بتاع الفلاورز. هنا نمبر 2. Some of the customers want piece with no decorations. يعني عايز bars no decorations. الفراكشن no decorations. اخذ ال no decorations كانت كام؟ 4. Cake will they eat؟ يبقى 4 over 12. تمام. اخر حاجه يلا نكمل الكويستشن نمبر 16 حبايبي الشطار، كانت وات ايلس؟ كانت 2. لو كان الكويستشن ليتر سي وات ايلس يبقى كده هتكون 2 اوفر. طبعا هنا حبايبي الشطار الكويستشن ده بيقول لي وات فراكشن اوف ذا كيك از ليفت؟ يبقى 2 اوفر 12. اف ناديا كاتس اول ذا بيسز ات ار ليفت انتو 2، يعني اخذت ال2 دول قسمتهم ال2 كمان بقوا 4، يعني معاك 2 بارتس قسمتهم ال2 كمان يبقى بقوا 4 بارتس. اهي معاك 1 بارت و1 بارت، معاك 2 قسمهم ال2 كمان قسم ده 2 وده 2 بقوا كام بارتس؟ كده 4 بارتس انتو 2. وات فراكشن از ليفت ناو؟ يبقى 4 اوفر، طبعا هنا قسمناهم ل2 يبقى كده 4 اوفر كام؟ حد هيقول لي 4 اوفر 12؟ لا، ما انت قسمت ال2 ل4 يبقى عملت تايمز 2، يعني هنا تايمز 2 يبقى تعمل تحت تايمز 2 يبقى 4 اوفر 24. ما حدش يقول لي 4 اوفر 12 لان عملنا تايمز 2 يبقى لازم تعمل زيها تحت تايمز 2. اوكي حبايبي الشطار يا رب يكون فهمناها كويس، ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي الشطار تشالنج جميل جدا جدا جدا، بيقول لي اي ام ا فراكشن، انا فراكشن ايتش اوف كل 6 اوفر 18 اند 10 اوفر 30 از ايكويفالنت تو مي، يعني دول ايكويفالنت تو مي بيساووني. Each of my numerator in top number يعني بتاع my denominator less than 5. Who am I؟ أنا مين؟ طب ثانية واحدة، هو مش قالك ال denominator وال numerator أقل من 5؟ وأنا لسه قايل لك حاجة لو خدت بالك منها وإحنا في اللسن، قلت لك لو عندك 0 فوق و 0 تحت ممكن تشيلهم؟ أيوه شيلهم. بقيت كام؟ 1 over 3. يبقى الفراكشن بتاعي 1 over 3. أهو التوب نمبر less than 5 والبوتوم نمبر less than 5. ليه مستر؟ طب ودي تعمل فيها إيه؟ ما قال لك دول equivalent يعني زي بعض، وهو هيكون equivalent ليهم لأن عملت 6 times 5 6 طبعا ال 10 وال 30 ممكن تعمل هنا cross multiplication هتقول 10 times 18 equals 180. 6 times 30 180. يبقى حبايبي الشطار دايما لما اقول لك مثلا 20 over 4 تعملها simplest شيل الزيرو مع الزيرو يبقى 2 over 4، وكمان ال 2 over 4 نعمل لها divided by 2 1 divided by 2 2 1 over 2 يبقى الفراكشن بتاعي 1 over 3. يا رب تكون فهمناها كويس حبايبي الشطار، وكده خلصنا الليسون بتاعنا. معلش طولت عليكم جدا جدا، لكن ان شاء الله يا رب تكون استفدنا من الليسون ده.
طبعا حبايبي الشطار ما تنساش نعمل اشتراك في القناه، وكمان نفعل زر الجرس، وكمان نشترك في جروب التليجرام سيبهولكم في صندوق الوصف. ولو حابب تتابع معايا طبعا حصص منهج جريد 1 جريد 2 جريد 3 موجود بس على المنصه مش على اليوتيوب، هيبقى متاح على اليوتيوب لكن بعد فتره من الزمن. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش دعوه خالصه لوجه الله لي ولابي رحمه الله عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.